السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا النهاردة مع ليكتشر 6، اللي هي هتتكلم عن الديجيتال فريكونسي ميتر. أخدنا قبل كده الديجيتال فولتوميتر، أخدنا الديجيتال فولتوميتر، وأخدنا إزاي نقدر نقيس بيه نقيس الكرنت ونقيس الريزيستنس. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الديجيتال فريكونسي ميتر، بقى إزاي نقيس الفريكونسي، برضه ازاي نقيس البالس ويدث، خلاص باستخدام الديجيتال فريكونسي ميتر برضه ازاي بنخليه يقيس البالس ويدث، وازاي برضه ممكن نقيس الريشيو بتوين تو فريكونسيز، برضه ممكن نعتبره ريشيو ميتر بحيث ان نقدر نقيس النسبه ما بين اي اتنين فريكونسي. الموضوع بقى نتكلم على اول حاجه نقول بقى انتروداكشن عن الديجيتال فريكونسي ميتر، وبعدين نشوف الديجيتال فريكونسي ميتر، وبعدين فريكوانسي رينج عشان نقدر نغير الفريكوانسي رينج بتاع الديجيتال فريكوانسي ميتر، وبعدين نشوف الاكيوريسي بتاعته، وبعدين في نوع تاني اسمه ريسبوريكال ديجيتال فريكوانسي ميتر واستخداماته، وايه الفرق ما بينه وما بين البيزك ديجيتال فريكوانسي ميتر. اولا ايه الفكرة؟ طبعا احنا عارفين يعني ايه، احنا هنقيس الفريكوانسي لنوع معين من السيجنالز. احنا عارفين ان عندنا نوعين من السيجنال، يعني كذا نوع، بس عندنا بيريودك سيجنال ونون بيريودك سيجنال، وفي طبعا سيجنال راندوم سيجنال. يعني البيريودك سيجنال لها ايه؟ لها تردد معين، خلاص. فطبعا اللي احنا عاوزين نقيس الفريكوانسي بتاعها، ايه الديفينيشن بتاع الفريكوانسي؟ طبعا النون بيريودك سيجنال دي بتبقى سيجنال ثابته بامبليتيود ثابته ملهاش فريكوانسي، مثلا زي دي سي، برضه زي دي سي. دي سي ده ملوش فريكوانسي، بتاع بصوا زيرو. الراندوم سيجنال ملهاش فريكوانسي، ليه حاجه تانية بس طبعا مش نتناقش ولينا دلوقتي. ليه حاجه مثلا ممكن زي الفويس مثلا، الصوت ده عباره عن راندوم سيجنال، ليه حاجه ما يسمى البيتش. طبعا فطبعا في حاجه اسمها بيتش ميجرمنتس، طبعا دي مالناش دعوه برضه بيها دلوقتي، خلينا احنا في الجزء بتاع الفريكوانسي ميتر. طيب احنا قلنا اهوت ادي امثله على البريدكت سيجنالز، سواء يعني ريكتانجلر او الساين ويف او السوتوس اند سو اون. اللي طبعا احنا عارفين التعريف الديفينيشن بتاع الفريكوانسي، طبعا الديفينيشن بتاع الفريكوانسي عباره عن ايه؟ اللي هو عدد الذبذبات في الثانيه، النمبر اوف سيجنالز بلس سايكلز، نمبر اوف سيجنال سايكلز بير تمام كده. طبعا البرنسبل بتاع الفريكوانسي ميترز هو عاوز يعمل ايه؟ يعني هو to measure the frequency of a certain periodic signal، احنا عاوزين نعمل ايه؟ the waveform of that signal، خلاص؟ يعني ال waveform بتاع السيجنال اللي انا هقيسها، اللي هو سواء دي او دي او دي اي ديت، هيعمل ايه؟ هيعمل toggle a counter for a certain fixed time، هيبقى عندي counter فال waveform ده والشكل ده هيعمل لي toggle لمين؟ toggle يعني طبعا تبديل، يعني عارفين كلمة toggle يعني تبديل، اخدناها قبل كده، انه للكاونتر هيبدل الكاونتر بحيث ان انا اقدر ايه اعد عدد الايه؟ عدد الكاونتس بتاعت السايكلز في خلال الفتره الزمنيه اللي احنا هنحددها. طبعا احنا هو طبعا احنا بنقول في خلال واحد سكند، فطبعا دي الفكره. فهنستخدم حاجه كده تعمل لي زمن اللي هو التايم بيز، يعني بحيث انه يكون واحد سكند بس. فهنشوف الكلام ده اللي هو على البيزك ديجيتال فريكونسي. ادي البلوك دايجرام بتاع الديجيتال فريكونسي ميتر، مكوناته ايه؟ ايه المكونات بتاعته؟ ادي الانبوت طبعا سيجنال، اول مرحله من مراحله اللي هو امبليفاير واتنويتور. هنشوف بقى الفايده بتاعت الامبليفاير والاتنويتور ديت علشان طبعا تقلل لي النويز او الايرور نتيجه النويز. طبعا انت عندك سيجنال صغيره تعمل لها امبليفيكيشن عشان تقلل ايه؟ تقلل الايرورز اللي موجود في القراءه، واللي هو اكبر من اللازم فطبعا بتبقى تعمل لها اتنويت عشان خاطر تبقى ايه، عشان تقدر تتعامل معاها وتقيسها. ما هي الاشاره مش هتبقى في الرينج بتاع السكرين بتاعت مثلا ديجيتال فريكوانسي ميتر، هيبقى هيعتبرها كانها ايه، مش هيديك قرايب. انت طبعا اكيد انتوا جربتوا الكلام ده في مجموعه، احنا جبنا ديجيتال اسكوب
شفت لو الشاشة، لو الإشارة في خارج نطاق السكرين بتاعتك، مش هيديك قراءة الفريكوانسي، هيديك علامة استفهام. هو مش قادر يشوف الإشارة بتاعتي هي هتتكرر كل قد إيه، فهيشوف الماكسيمم والمينيمم بتاعتها، فمش باينة، فبالتالي بيديك إيه علامة استفهام، لأنه مش عارف يقرأ فعلا. فطبعا تيجي هنا أهمية الإيه، أهمية الأمبليفايرز والأتنويتور كمرحلة مبدئيا. طبعا لو انت عندك ساين ويف مثلا وعاوز تقيس الفريكوانسي بتاعها، فطبعا عشان انا هتعامل مع الديجيتال، فمحتاج اعمل ويف شيبنج سيركت ديت عشان تعمل لي ايه، عشان تحول لي الاشاره بتاعتي من مثلا لو هي ساين ويف تحولها لي الى سكوير ويف، عشان تبقى تحولي 1 و0 تبقى ديجيتال، لان هتخش على الاند جيت، والاند جيت دي الانبوت بتاعها لازم يكون ايه، لازم الانبوتس للاند جيت لازم يكون ديجيتال. فمن هنا الويف شيبنج سيركت بتيجي لاهميتها في الكلام ده كله. طبعا انا عندي بقى طبعا كمان المكونات بتاعتي تايم بيز اكوريت، ده لازم يكون اكوريت، تايم بيز سورس خلاص. الفريكوانسي بتاعه كام؟ 1 هرتز. طبعا ده الفريكوانسي بتاعه 1 هرتز، يبقى اذا لو انت جبت التايم بتاعه بقى 1 على 1 يبقى يساوي 1 سكند، يبقى اذا ده بيديني 1 سكند. فعشان كده ان كل 1 سكند الاند جيت دي هتديني ايه؟ هتديني اشاره هنا تعمل يعمل لي ريسيت هنا، او هيعمل لي ريسيت لده عشان يبدا يبقى يعد لي كاونت النمبر اوف بولسز في خلال 1 سكند، يبقى هو كده حسبنا الفريكونسي بتاعنا. الفليب فلوب بقى عشان هيرديوس لل هيعمل ايه؟ اكستند ريديوس للفريكونسي بتاع التايم بيز اصلا، يعني عشان ايه؟ انت عارفين الفليب فلوب وخدناه بيتكون من ايه؟ فليب فلوب بيتكون من الدي او الجي كي، او انتوا عارفين التي فليب فلوبس. فطبعا ده فليب فلوب موجود عندنا اهوت. طبعا الفليب فلوب بيبقى له اوت بوتس الكيو والكيو داش، والكومبلمنت بتاع الاوت بوت يعني بيدخل على اند جيت عندي هاي الاند جيت. طبعا في ريجستر واللاتش عشان نعمل كاونتنج بقى، ده الكاونتنج ستيج، واللاتش عشان تثبت لي القراءه، وطبعا البي سي دي له 7 سيجمنت درايفرز عشان تديني الديسبلي ديجيتال ديسبلي، واحنا عارفين الكلام ده كله طبعا قديم اخدناه قبل كده في الديجيتال فولتميت. فهنا برضو نفس الكلام في الديجيتال فريكونسي ميتر، نفس الموضوع عندنا هنا. ادي الويف فورمز اهيت، ادي الاشاره بتاعتي اهيت لو انا هقيس الانبوت بتاعتي ساين ويف امبليفايد او اتنويتد على حسب شكل الاشاره الانبوت بتاعتنا. ادي الويف شيبنج سيركت عشان تكونفيرت خلاص، عشان تكونفيرت الايه ال تكونفيرت الاشاره بتاعت ديت الى ايه، الى سكوير ويف. طبعا انت عارفين ازاي بتحول الساين ويف لسكوير ويف دي يا جماعه، طبعا عن طريق حد فاكر؟ حد فاكر بنعملها ازاي؟ ايه الطريقه عندك الساين ويف دي عشان تحولها دي ازاي؟ عن طريق ما يسمى ب الليميترز. ممكن يبقى عندك هتحدد نقطتين اتنين، نقطه ماكسيمم ونقطه مينيمم، بحيث ان يبقى بين نقطتين اتنين لما تتقاطع مع ديت هيديني ايه؟ هيديني الشكل ده. هنبقى يعني نشوفها برضو يجي في وقتها في اخر السلايد ولا حاجه موجوده الجزئيه دي. خلاص ادي الايه؟ ادي التايم بيز اوتبوت اهو، ده التايم بيز اوتبوت عباره عن سكوير ويف. طبعا البيريود بتاعها 1 سكند زي ما شفنا، احنا قلنا 1 هرتز الفريكونسي بتاعها 1 هرتز، فطبعا 1 هرتز التوتال النيجاتيف والبوزيتيف دي كلها 1 سكند زي ما انت شايف كده. طبعا هنا بقى في النسبه للفليب فلوب اهوت هيحافظ لي على ثبات الاوتبوت اهوت هاي طول ال 1 سكند، فهو عمل كده اهو. طبعا انتوا عارفين طبعا لما يبقى هنا ايه الـ كل ديت، يبقى نقدر نعمل في خلال الفتره ديت نعمل كاونتنج لمين؟ نقدر نعمل كاونتنج لل للبالسز بتاعتنا، نقدر نكون البالس بتاعتنا. طبعا هيبقى هنا طبعا ده ريجستر عشان يعمل ريسيت لي او ريسيت، طبعا هيعمل كاونتنج فين؟ او هعمل كاونتنج لده، مش هعمل كاونتنج هنا وهنا، ما انا عملت الكاونتنج ده اللي هو خلال 1 سكند بس، هنا نو كاونتنج في الجزئيه دي بعد كده خلاص. طيب يبقى اذا اوت الويف شيبنج سيركت تو كونفرت الانبوت سيجنال تو سكوير ويف، والامبليفاير والاتنويشن سيركت تو امبليفاير اور اتنويت الانبوت سيجنال، والديجيتال كاونت سيركت اور تو كاونت ذا انبوت ويف فورم سايكلز. تمام. طيب ادي عرفنا الايه، عرفنا البلوك دايجرام وعرفنا تقريبا كده. تعال نشوف حتى البرنسبل اوف اوبريشن، بنقول اهوت الانبوت سيجنال از امبليفايد اور اتنويتد از نيسيسري،
زي ما اتفقنا قلنا ادي اول حاجه، اول خطوه عندنا هي الانبوت سيجنال دي اتنويت او امبليفايد على حسب الايه، على حسب الحاجه بتاعتنا. تاني حاجه خدنا خطوه الانبوت سيجنال بتاعتي هي از كونفرتد تو ايه، از كونفرت تو سكوير ويف اند از فيد تو وفيد تو ل 1 انبوت لمين، للاند جيت بتاعتنا. تمام، نيجي بقى للتايم بيس. احنا قلنا التايم بيس سيجنال 1 هرتز بتجنريت من التايم بيس جنريتور اللي موجود عندنا، وطبعا فيد للفليب فلوب بتاعنا. والفليب فلوب احنا قلنا بيقول ايه، بيتشينج الاس ستيت ات اتش فيلينج ايدج اهو. يعني هو طبعا عندنا نوعين اتنين من الايدج، في الرايزنج اللي هي البوزيتيف ايدج والنيجاتيف ايدج. يبقى الفولينج ايدج ده بيغير مع الفولينج ايدج اللي هي ايه، الفولينج ايدج اللي هي من الهاي للو. تمام، اوف ذا تايم بي. طبعا معنى الكلام ده ان هو بيعمل ايه دلوقتي، هو بيعمل يعني شايف انت لما انا عندي كده ايه، ادي كده كده ايه كده، يعني لو اعتبرت ديت ادي البوزيتيف ايدج تريجر وادي النيجاتيف ايدج تريجر، فهو هيغير عند كل ايه، كل فيلينج فهنا هبقى عند اهو، هنا لما هو نازل فبيغير اتجاهه هو اهو، وبعدين بتاني طبعا دي رايزنج ايدج، هنا يبقى هنا عند الفيلينج ايدج، يبقى هو كمان بيعمل ايه، بيديفايد الفريكوانسي على اثنين، فاذا الديفايد الفريكوانسي باي 2 جيفنج هاي اون الكيو، ادي بيديني الهاي اهو، ادي الهاي عند الكيو طبعا كل واحد سكند، ولو وطبعا لو عند الواحد سكند الثاني. خلاص ادي الايه، وبعد كده ايه اللي ممكن اغيره هنا علشان اغير الفريكوانسي رينج، ايه اللي ممكن يتغير، ايه اللي ممكن تتغير هنا في الـ اغير مين، اغير في التايم بيز، لانه الانبوت سيجنال انا ما بغيرش فيها، ده انا عاوز اقيس الفريكوانسي بتاعها، فهغير التايم بيز بتاعي هنا. طب نغير التايم بيز ازاي، هي مثلا كان عندي واحد سكند هنا خلاص، انا عاوزه مثلا 100 ملي سكند او 10 ملي سكند او زي ما انا عاوز الرينج بتاعنا، يبقى هتغير، هنغير في مين، هنغير في النمبر اوف ستيجز لمين، للقاعده الزمنيه بتاعتنا عن طريق ان انا اغير الفريكوانسي. لو انتوا رجعتوا قبل كده وشفتوا ان احنا كنا بنغير الستيجز بتاعت الفليب فلوب عشان اقدر اتحكم في انا يبقى هتحكم في التايم بيز اهو. يبقى انا عندي السيلكتور اهوت اللي رايح على الفليب فلوب، اجي على التايم بيز بتاعتنا 1 سكند اللي هو الحاله الاولانيه بتاعتنا اهو، اللي هو كانت عند 1 سكند 100 ملي سكند 10 ملي سكند او 1 ملي سكند، طبعا بيتغير معاها في نفس اللحظه او نفس التوقيت النمبر اوف ديسيمال بوينت على الشاشه، علشان يقول لك ان انا ايه، ده هيبقى انا هقيس هقيس مثلا 1 بوينت ديسيمال 2 او 3 زي ما انت، هيحرك العلامه ديت يخليها هنا او يخليها هنا او يخليها هنا على حسب الايه، على حسب التايم بيز اللي انا مختارها هنا. فاذا طبعا ادي العرض بتاعتنا اهوت، لو 1 سكند اهو ادي ال 1 بوينت تايم بيز بتاعنا 1 سكند، لو 100 ملي سكند هيتحرك علامه اهو، لو 10 ملي سكند هيتحرك، لو 1 ملي سكند يبقى كله الايه كلها بهذا الشكل زي ما احنا شايفين. ادي الفريكوانسي ميتر رينج بتاعنا. طب لو انا عاوز اشوف الاكيورسي بقى، لو عاوز اشوف الاكيورسي بتاعه الفريكوانسي ميتر، ازاي نحسب الاكيورسي بتاعته؟ طبعا احنا قلنا الاكيورسي بتاعه الفريكوانسي ميتر اللي هي الدقه بتاعته، هنشوف الايرور اللي هو قيمه. تعال نشوف كده بالنسبه للرينج، طبعا lowest possible frequency range should be used for the greatest measurement accuracy. يبقى اذا لما معنى الكلام ده ايه، ان انا بختار اللوست اقل frequency range عشان يديني الاشاره اللي جايه، عشان يديني ايه، يديني هاي accuracy ولو ايرور يعني. خلاص، فده الموضوع. تعال نشوف كده بقى هو بنحسب بنحسب ازاي كمثال على حساب الميجرمنت فريكوانسي، ازاي نقيس فريكوانسي باستخدام الديجيتال فريكوانسي ميتر. يعني بيقول لي الديجيتال فريكوانسي ميتر هاز ا تايم بيز، ادي التايم بيز بتاعنا درايف 1 ميجا هرتز. طبعا 1 ميجا هرتز يبقى اذا التي بتاعها بكام، بواحد على كام، على اف
يبقى اذا ده البريد بتاعها عباره عن اللي هو يعتبر مثلا تي واحد، واحد على كام؟ على واحد في 10. هنشوفه دلوقتي، هنجيب الكاونت يعني. طبعا ده بواحد واحد مايكرو سكند اللي هو التايم بتاعت دي يعني. طبعا ده الكلوك بتاعت الكلوك از ديفايد باي ديكير كاونترز. قلنا احنا بنستخدم ديكير كاونتر عشان اقسم عشرات يعني 10 100 1000 اند سو اون. ده الديكير كاونترز، مش باينري بقى اللي هو 1 2 4 8 16، لا ده ديكير كاونتر لان انا عاوز يعني اغير الرينج بقى لو بالهيرتز او الكيلو هيرتز او الميجا هيرتز او اند سو اون. طيب هو بيقول لي وات از ذا ديسبلايد فريكوانسي، عاوزين نشوف الفريكوانسي ديسبلايد لما واحد 512 كيلو هرتز سيجنال از ابلايد. يبقى اذا عندي الساين ويف بتاعتي الابلايد على الفريكوانسي ميتر عباره عن 1.5 × 512 كيلو هرتز، يعني 1512 هرتز يعني. لما هو كان عامل ايه؟ عاوز يبقى هو عاوز الديسبلاي هيبقى قد ايه؟ لما تكون هو مستخدم 6 ديكير كاونتر او بيستخدم 4 ديكير كاونترز. تمام كده؟ طبعا بالنسبه للكاونتنج تايم بيريود هو هيعد خلال قد ايه بقى اللي هو التي 1 اللي هو 1 على اف 1، هيبقى 1 على 1 ميجا هرتز على الديكيد كاونتر بتاعت اللي هو 10 اس كام؟ احنا اهو 10 اس المراحل 10 اس 6. يبقى اذا التي اللي هو الكاونتنج تايم بيريود تي 1 1 على اف 1. طيب الاف 1 ده عباره عن ايه يا شباب؟ الريشيو بين ال الكلوك بتاعتنا اللي هي 1 ميجا هرتز على 10 اس 6، 10 البيس بتاعنا لانه احنا قلنا ديكيت كاونتر، وال 6 اللي هو النمبر اوف ستيجز. لو انت رجعت الكلام ده كده كانت دي الان الان وديت الان الان سمول ان دي كابتر وان سمول. لان كابتر اللي هي البيس بتاعتنا بتاعت الديكيت كاونتر، لما نستخدم ديكيت كاونتر او مثلا 12 كاونت او ال 12 كاونتر اند سو اون، دي البيس بتاعتنا اللي هو الديكيد. فيبقى هنا البيس بتاعتنا ب 10، والنمبر اوف ستيجز اللي هو المراحل بتاعتنا اللي هو 6 هنا. يطلع التي 1 كام؟ طبعا هنا دي 10 اس 6، 10 اس 6 ب 1 يبقى 1 راح يبقى 1 سكند. يبقى التي ب 1. طب هنعد كام كاونت؟ كام سايكلز؟ هيعد كام سايكل بقى اللي هو طبعا يعني ايه الديفينيشن اوف كام سايكل؟ يعني عاوز الاف يعني. يبقى انا عاوز الان 1. طبعا الان 1 هو عباره عن الاف انبوت فريكونسي بتاع الانبوت سيجنال خلاص في ال تي 1 اللي هو الكاونت تايم بيريود بتاعتنا هي اف في تي 1. يبقى 1512 اللي هي الاف ان اهيت اللي هي 1512 ديت، ده الفريكوانسي بتاعت الانبوت سيجنال اهو، في ال تي 1 اللي هو التايم بيريود بتاعت الايه بتاعت الكاونتنج. يبقى 1 في 1512 سايكل، يبقى اذا 1512 هرتز اللي هو 1.512 من 1000 كيلو هرتز، يعني قسمت على 1000 يعني. طيب ده ما استخدم 6 ديكيد كاونترز، يبقى الفرق بين ان انا هغير الستة ديت باربعة لان 4 ديكيد كاونترز، لو 5 ديكيد كاونترز يبقى 5 اند سو اون. فنفس الكلام بقى هجيب التي 2 بتاعتنا اهي 1 على اف 2 يبقى 1 ميجا على 10 اس 4. يبقى دي 10 اس 6 على 10 اس 4 يبقى ب 100، 1 على 100 يبقى 1 ب 100 سكند عندنا هنا. يبقى 1 ب 100 سكند 2، يبقى اجيب النمبر اوف كاونتد سايكلز الاف انبوت في التي 2 يبقى 1512 هرتز في 1 من 100 يطلع 15 سايكلز، يبقى انا عندي 15 هرتز، يبقى الميجرد بتاعي 15 هرتز. لو قسمتها على 1000 يبقى 15 من 1000 كيلو هرتز يعني. فادي مثال بسيط جدا اهوت على الموضوع ازاي بنعمل ميجرمنت للفريكوانسي ومع تغيير الرينج بتاعنا اهوت اللي هو غيرنا الفريكوانسي رينج بتاع الجهاز. نيجي بقى الاكيورسي، يبقى نرجع للاكيورسي بقى. طبعا بيبقى في اللو فريكوانسيز، طبعا انت ممكن تقيس الفريكوانسي سواء لو فريكوانسي او هاي فريكوانسي. في اللو فريكوانسي بيكون الايرور حوالي زائد او ناقص سايكلز، سايكل واحده يعني 1 سايكل. ليه؟ لانه انا لما اجي اعمل بص كده، مش انا بعمل كاونتنج مع الفولينج هنا، الفولينج هنا يعني هنا في بالص اهو وهنا دي رايزنج، هنا فولينج اهو وهنا فولينج اهو، ففي بالس ثانيه هنا اهو شفت كده معايا، في بالس ثانيه كده ومش هيعدها في الجزء دي، مش هيتعدى عندي، ده مش هيخطر عنده في الاعتبار لان في الواحد سكند. فدي فاداني ايه؟ ايرور بزايد او ناقص اهو في الكاونتنج بتاعنا احنا في الفتره الاولانيه بتاعت الفليب فلوب اهي اللي هو
واحد ساكن، ففي هنا البلس دي مش محسوبه عندي. يبقى اذا ده في ايه؟ دي بنسميها الليست سيجنيفيكانت ديجيت بتاعتنا. يبقى اذا ممكن ابقى الاكيرسي بتاعتنا، يبقى نقدر نقول ان القراءه بتاعتي بتبقى عباره عن القراءه اللي انا هحسبها بلس او ماينس واحد سايكل. يبقى في واحد سايكل هنضيفها او هنطرحها بس بلس او ماينس واحد سايكل. يعني هنا مثلا هي او لو انت جبت دي الناحيه دي برضه تبقى بلس، يعني تبقى اذا بلس او ماينس يعني. ماشي كده؟ ادي الايه؟ ادي ال تعال نشوف كده كمان لو في الهاي فريكوانسي بقى. Also the time phase error due to frequency variation will give a reading error in the measured frequency if I. يعني نقدر نقول بقى التايم بيز ايرور بتاعتنا، طبعا في التايم بيز ايرور بتاع السيجنال، مش احنا قلنا التايم بيز هو ممكن يبقى في ايرور نتيجه ال في ايرور موجود اهو. طبعا ده الميجرد بيعتمد على يعني نوع الفريكوانسي، هل هو لو فريكوانسي، ده لو فريكوانسي هو بيبقى احنا قلنا زائد او ناقص بالس، زائد او ناقص 1 بالس. طب لو هاي فريكوانسي، لو انت جيت حته المسافه دي كلها ده التايم بيز ايرور اللي احنا قلنا ده، يعني لو في حصل ايرور عندي في التايم بيز بتاع الجنريتور بتاع التايم بيز جنريتور اهوت، لو انت جيت هنا بقى هتلاقي 1 بالس اونلي 1 بالس في اللو فريكوانسي، لكن في الهاي فريكوانسي مجموعه من البالسز يبقى اكس بالس، يبقى الاكس بالس يبقى زائد او ناقص. في الهاي فريكوانسي يبقى الايرور بيعلى شويه مثلا اهوت، بيبقى زائد او ناقص اكس بالس يعني. فاذا نقدر نقول بقى اهوت بصفه عامه، يبقى التوتال اكيورسي بتاع الديجيتال فريكوانسي ميتر is specified as plus or minus 1 LCD اللي هي least significant digit بتاعتنا هيت اللي احنا قلنا عليها ده بقى مع low frequency بل اكتر، زائد او ناقص التايم بيز ايرور. التايم بيز ايرور بتاعنا هو ال FI في ال ETP، ال FI frequency بتاع ال input في ال ETP اللي هو الايرور بتاع ال time base. الايرور بتاع ال time base في ال frequency بتاع ال input يديك ال time base ايرور بتاعنا. تمام كده؟ شوف كده اهو مثال على كده اهو، تعال نشوف كده مثال على كده. شوف بيقول لي فريكوانسي كاونتر ويل with an accuracy، الاكيورسي بتاعته زائد او ماينس ال 1 ال سي دي، دي الاساسيه عندنا هي بتاعت بلس اور ماينس 1 في 10 اس ماينس 6، ده الاكيورسي بتاعته. is employed to measure input frequencies، هقيس الفريكوانسيز اللي انا عاوز اقيسها، عاوز اقيس 100 وواحد ميجا هرتز و100 ميجا هرتز. عاوز البرسنتج، برسنتج يبقى عاوز يقيس نسبه مئويه يعني. لما اقول لك بس كالكوليت ذا ميجرمنت ايرور هنشوف دلوقتي من غير برسنتج، طبعا كلمه برسنتج يبقى هقسم على الاكشوال فاليو هضربها في 100. طب فهنا عاوز برسنتج بقى، الميجرمنت ايرور هنحسبه ونقسمه بقى عشان احوله لبرسنتج ايرور هنشوفه دلوقتي. فاذا دلوقتي اهوت الرينج اللي هو عندي 100 هرتز و1 ميجا هرتز وادي ميجا هرتز 100 ميجا هرتز، يبقى 100 هرتز و1 ميجا هرتز و100 ميجا هرتز. هنشوف الايرور بقى في الاول في الحاله ديت في الاف اي ب 100 هرتز، فبنقول نجيب الايرور وبعدين البرسنتج اوف ايرور، يبقى بلس واي ماينس 1 كاونت اللي احنا قلنا عليها ال1 ال سي دي، زائد خلاص الايه الاف اي اللي هو بتاع الاف اي اللي هو الاف بتاع الانبوت سيجنال 100 هرتز، وانا واخد الرينج ده 100 هرتز الاول اهو في 10 اس ماينس 6 اللي هو ايه اللي هو القانون بتاعنا اهو بقى. يبقى اذا الاف اي في 10 اس ماينس 6 اهو، يبقى 100 هرتز في 10 اس ماينس 6. طبعا 10 اس ماينس 6 في ال في 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 100 يعني 10 اس كام؟ ماينس 4 يعني تقريبا، يعني 10 اس ماينس 4 زائد 1 زائد 10 اس ماينس 4 يديك ايه؟ يديك زائد او ماينس 1 كاونت، يعني لان طبعا تعتبر كانها زيرو يعني. يبقى اذا لو هو قال لي الايرور فقط كالكوليت ذا ميجرمنت ايرور، يبقى اذا اهوت 1 كاونت، يبقى انا عندي ايرور في 1 كاونت فقط لا غير. عاوز اجيب البرسنتج بتاعها بقى، يبقى ال1 ما هو 1 كاونت في ال1 سكند، يبقى اذا ده تعتبر الفريكوانسي ايرور فريكوانسي بتاعنا. هقسمه على الايه؟ على الرينج بتاع ال100، يبقى 1 على 100 في 100 يطلع بكام؟ زائد او ماينس 1%. طيب لو انا غيرت بقى الرينج الثاني 1 ميجا هرتز، يبقى هشيل ال100 ديت واحط مكانها ال1 في 10 اس كام؟ 6
اهو 1 في 10 اس 6 اهوت. طبعا 10 اس 6 و10 اس 6 بتروح مع بعضها بواحد، يعني يديني واحد. واحد زائد واحد بكام؟ باتنين. اقسمها على الواحد ميجا هرتز، طبعا اتنين على واحد ميجا هرتز يبقى الايرور ايه؟ يعني اتنين على 10 اس 6 وهنا 100، طبعا هنا 10 اس 6 تطلع فوق تبقى 10 اس 8، يبقى 2 في 10 اس 4 يبقى تقريبا اهو زيرو ايرور. يبقى اذا في الواحد ميجا هرتز رينج هنا كان 1%، هنا الواحد ميجا هرتز كان كام؟ 2 في 10 اس ماينس 4. لو اخدت بقى 10 ميجا هرتز او ال 100 ميجا هرتز هنشيل دي ونحط 100 اهيت، هو عند ال 100 ميجا هرتز طبعا دي 100 ميجا هرتز يبقى 100 في 10 اس 6 هتروح مع 10 اس 6 تديك 100، هنا 101 كاونتس، وطبعا 101 فزاد عدد الايه؟ عدد الكاونتس كام؟ زائد او ناقص 101 كاونتس. طبعا زائد او ناقص 101 كاونتس اقسم على 1 ميجا هرتز يطلع كام؟ مش 1 ميجا هرتز يطلع على كام؟ طبعا هنا المفروض مش 100، يبقى انا ممكن هنا البوينتر نحط بين هنا، دي المفروض هنا 100، دي 100 بلس دي 100 ميجا هرتز او ميجا هرتز 100 100 مش 100 ميجا هرتز مش 10 ميجا هرتز، يبقى 101 على 100 تقريبا ال 100 هتروح مع ال 100 هنا، ال 100 دي هتروح مع ال 100 تنضرب في 100 هنا في 10 اس ماينس 6 يديك تقريبا 10 اس ماينس 4، 10 اس ماينس 4 يبقى لقينا الايرور بتاعي عندنا 10 اس ماينس كام؟ ماينس 4 ماشي كده، يبقى هنا 10 اس ماينس 4 يبقى هنا تطلع تقريبا 10 اس ماينس 4% خلاص، وليست الرقم ده مش مظبوط، مش محلول صح المساله دي كده، الجزئيه دي بس مش معنى تعديلها ده الصح بتاعها خلاص كده. اذا لما ال 100 ميجا هرتز اهوت بقى الايرور طبعا 10 اس ماينس 4 اقل من الايه؟ من الـ. نيجي لاخر جزئيه بقى عندنا اهيت اللي هي جزئيه ايه؟ الريسبيريكال ديجيتال فريكونسي ميتر. وانا دلوقتي ده نوع اخر اهوت من انواع الفريكونسي ديجيتال فريكونسي ميتر، ريسبيريكال ديجيتال فريكونسي ميتر اهو هنا الاول الاثنين دول يديني ايه؟ بواحده على الفليب فلوب، واحده على الفليب فلوب، واشيل دي مش ما انا هشيل دي بقى، دي اهو اشيل دي اهو، يبقى اخلي اللي انا عاوز اجيب الريشيو يبقى واحده هنا والثانيه هنا، يبقى هيديني هنا الريشيو بتاعتهم على طول تمام كده. طيب الحاجات برضو المهمه اللي احنا قلنا عليها، احنا ليه برضو بنستخدم اليوز اتنويتر والامبليفاير؟ احنا قلنا طبعا بامبليفاي او اتنويت الانبوت سيجنال قصدي زي ما احنا عارفين. برضو في حاجه مهمه جدا، يعني ازاي بنعمل ايه؟ بنحول الويف شيبنج دي بنعملها ازاي؟ انا قلت لكم الفكره بتاعتها ان احنا ازاي بنعمل الكلام ده؟ هنستخدم تريجرنج بوينت، احنا قلنا ابر حاجه نقطه كده عند الاوتبوت هنا الاب والداون، اعمل نقطتين اتنين تريجرنج اهو، ادي الابر تريجرنج بوينت واللور تريجرنج بوينت اهو، لما تعمل الاتنين دول كده على الساين ويف يبقى انا عملت ايه؟ حولتها لسكوير ويف ولا لا؟ خلاص. طبعا بستخدم مين اللي يديني؟ خلي بالك برضو هنا انا خدت النقطه ديت وخدت النقطه دي، مين اللي سريع جدا جدا عاوز انه يقدر يوصل للزيرو، يعني من هاي لو في زيرو تايم، اللي هو الشميت تريجر. الشميت تريجر فيري 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 اكوريت في الموضوع ده، وفيري فاست يعني فاست في عشان يوصل من الهاي لو بسرعه جدا، اللي هو الشميت تريجر يعني. With two triggering levels اللي هو الابر تريجر بوينت واللور تريجر بوينت is used to convert the periodic signal into square wave. يبقى اذا ده انا بحول الاشاره بتاعتي ليه اصلا من مثلا الساين ده عن طريق ايه او طريقه ايه؟ عن طريق استخدم مين؟ الشميت تريجر يا شباب خلاص. واحنا قلنا برضو السمول انبوت سيجنال كود بي امبليفايد تو تيك ات سيوتابل تو بي تريجرد باي ذا يو تي بي. يبقى اذا اهوت بعملها ايه؟ تبقى سيوتابل، ما يعني السمول سيجنال صغيره اعملها امبليفيكيشن، يعني صغيره اعملها امبليفيكيشن عشان تبقى سهله جدا في ان انا اعملها تريجرنج. لكن لو هي الصغيره اصلا، لو انا غيرت صغرت الامبليتيود كده هتبقى ممكن تبقى داخل الابر تريجرنج بوينت، مش هيبقى جواها، ممكن تبقى داخل، فمش هيديني اكيوريت
مش هيديني اكروت ميجرمنت للفريكوانسي بتاعه. نيجي بعد كده للايه، للجزئيه بتاعت احنا برضو الامبليفيكيشن. ليه اهو برضو جايبين عشان اقلل الايرور، برضو الاولس الامبليفيكيشن عشان يعمل ايه، برضو ريديوسنج ذا ميجرمنت ايرور. طب ازاي نشوف موضوع لو الاشاره عندي مثلا صغيره اهوت الامبليتيود بتاعتها صغيره، فطبعا انا هجيب بقى الايه، اجيب البالس ويز الحقيقي ازاي، من عند النقطه المتوسطه اهو، اهو النقطه المتوسطه دي، ادي ده البالس ويز الاساسي بقى اهو. لكن تعالى بقى تشوف بقى من البدايه للنهايه، ادي الميجرد بالس ويز اهو، يبقى في ايرور ولا ما فيش ايرور؟ لما تكون الامبليتيود صغيره يبقى يبقى اهو الو امبليتيود انبوت بالس كان بروديوس ايرورز ان بالس ويز ميجرمنت. طب لو انا عملت امبليفيكيشن لدي اهو، عملت لها امبليفيكيشن اهو، تعال شوف بقى تعال شوف بقى هنا اهو، ادي الجزئيه ديت اهيت، ادي الاكشوال بالس ويدز. تعال بقى الميجرد بقى اهو، ما هو الميجرد فين عند النقطه برضو الايه اهو بقى، ما هو دي شوف دي من ديت اهو، هتلاقي جنبها بالظبط اهو، يبقى ما فيش، يبقى قلنا الايرور ما قلناش، يبقى اذا فعلا لما انا برضو من ميزه ان انا بعمل امبليفيكيشن للانبوت سيجنال، اللي انا بعمل ايه، بنعمل مينيمايزيشن للايرور في حاله ان انا بقدر وانا بقيس الفالسوز بتاع السيجنال بتاعتنا. تمام. برضو كمان حاجه، كمان سبب مهم جدا برضو بناخده في الاعتبار، لو انا قست، لو انت عندك ساين ويف وعليها نويز، في شرشره في ضوضاء برضو، ايه اللي هيحصل؟ يعني الشرع عندك كبيره اهيت، بيتكبر معاها، لو انت كبرتها برضو زياده عن اللزوم وجيت تقيس والاشاره ساين ويف عليها 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 ايه؟ عليها يا دي بتسموها ايه؟ بتسموها نويز، نويز سيجنال، يعني جاي مثلا الكترومغناطيك ويف، اي حاجه موجوده في الجو، مصدر تاني غير المصدر اللي انت بتقيسه، لان عندنا في الجو احنا عندنا ترددات كتير جدا، ممكن يكون في مصدر قريب من المصدر اللي انت بتقيس الفريكونسي بتاعه فيأثر لك يعمل لك نويز. فطبعا تيجي بقى تقيس لما تيجي تقيس تستخدم تقيس بقى تشوف هتلاقي ايه، هتلاقي بقى هيعتبر هتعتبر الاشاره بتاعتك ديت ولا ديت ولا ديت ولا ديت، يعني انا واحده فيهم اهو، لما انت تيجي تشوف النقطه ديت هتلاقي ان دي نقطه اهي، وفي كمان نقطه كمان اهيت، وبرده هيعتبر ديت ولا هيعتبر دي كمان دي، يبقى اذا ايه، اعتبر لك الاشاره بتاعتك زي ما انت شايف كده في ايرور اهو، يبقى في عندنا ايرور اهو، مش يبقى في ايرور عندنا. طب لو انا قللت بقى الامبليتيود دي شويه بقى، عملت لها اتينويت بقى، هيعمل ايه بقى؟ خلاص خلاص هو اعتبر لي اهو، هيقلل لي بقى الريديوس ذا افكت اوف نويز اهو، هيبقى قللت الامبليتيود في الحته دي برضه عشان اقلل مين؟ اقلل الافكت بتاعت النويز سيجنال بتاعتي على القياس بتاعي.